اهلا وسهلا، صباح الفل. اولا بتاسف على انني ما عملتش فيديو بقالي بتاع سنه. الحقيقه ان الواحد بعد الجواز، انا اتجوزت، كملت نص ديني والنص التاني محدش يسالني عليه. الواحد بعد الجواز بتلاحظ ان وقت فراغك بيتلاشى، ما فيش. يعني كان زمان الواحد يجي يوم الاجازه يا اما ما يعملش حاجه يا اما يعمل فيديو على اليوتيوب مش عارف ايه. دلوقتي يوم الأجازة زيارات بقى وخضار وتصليح وسباكة وحاجات كده غريبة. يا ريت تبقى له اعتذاري من خلال بقى الصورة دي. رحت فرنسا بلاد الفرنجة والعياذ بالله، وحرصت إن أنا أتصور جنب تمثال المفكر اللي هو التمثال اللي عامل كده ده. أنا عارف إن التمثال المفكر ده يعني صور بروفايلاتكو، فأنا قلت أتصور جنبه يعني عشان أعبر عن امتناني ليكو وعفى الله عما سلف. فالنهارده بقى هنحاول نتكلم على العلم والدين، هنحاول نجاوب على السؤال اللي هو اللي بيتسألني كذا مرة ده، هو العلم بيتعارض مع الدين ولا ما بيتعارضش ولا ايه النظام؟ فاحنا بقى نحاول نحط الحروف تحت النقط ونايه ون هو الإجابة على حسب، فاحنا هنحاول بقى نقول على حسب ايه في الفيديو ده. فبس أول ما نخش في الموضوع عايز أقول تنويه بسيط، إن في الفيديو ده لما أقول كلمة علم او علماء انا قصدي ساينس او ساينتست، على اساس ان بالعربي كلمة علم تيجي بمعنى ساينتست اللي هو الشخص اللي هو بيعمل تجارب وبيستخدم الاسلوب العلمي، وتيجي بمعنى العلم بالشيء. يعني انا ممكن لو انا جبت دليل تليفونات وحفظته كله هبقى انا اسمي بالعربي عالم دليل التليفونات، بس انا ده معناه ان انا عندي علم بالشيء، بس ده ملوش اي علاقة بالعلم اللي هو الساينس. انا ولا عملت تجارب ولا استخدمت الاسلوب العلمي. فالفيديو ده علم يعني ساينس، علماء يعني ساينتست. فالحكايه بقى بدات، انا فاكر وانا في اعدادي وانا في ابتدائي في مصر كان العلم والدين بيتقدموا لنا كانهم وجهين عمله واحده. يعني تفتح التلفزيون تلاقي الدكتور مصطفى محمود بيتكلم في العلم وبعد كده الدين، وجبه متكامله كده ملوخيه ورز. وفي المدرسه كان الواحد يعني بيفتح كتاب العلوم بيلاقي في بدايه كل درس مثلا ايه دينيه. فبالنسبة لأي طالب خلاص بتفتكر بقى العلم والدين اتنين وجهين لعملة واحدة واختلاطهم ده عادي وعادي يعني. فأنا بقى لما رحت الغرب والعياذ بالله وفي الثانوي وبفتح الكتاب الدراسي لقيتهم مش جايبين سيرة الدين خالص، مفيش ولا أي حاجة، علم بس، علم علم علم، مفيش أي آيات ولا أي كلام عن الدين، إلا مثلا لو في كتب العلم النفس والحاجات زي كده، بس بيتكلموا على الدين أكنه ظاهرة اجتماعية، مش بيأيدوه أو يعارضوه، يعني كلام محايد. وجوه الكتاب العلم مفيش كلام عن الدين خالص. فأنت من أول واحدة بقى تقول شوف بص دول الغرب دول شراشيح وأنجاس، بس اتضح طبعا غير كده خالص. في سبب هما بيخليهم ما بيخلطوش من العلم والدين. السبب هو حاجة اسمها professionalism، الاحتراف. فتعالوا بقى نعرف يعني احتراف لما نتفرج على أهم مشهد في فيلم تايتانيك. عادي طبعا قدامنا الفنانة إلهام شاهين، قصدي كيت وينزلت، وبتروح لحد البطل تديله بريزة كده وتقول له ارسمني بقى وبتاع. وادي طبعا زي ما حضراتكم شايفين يعني عيب وحرام طبعا. وركز بقى في المشهد بقى اللي جاي ده بقى. الواد الملتحي ده بيقول لها ايه اللي حصل بعد كده؟ فقالت له قصدك ايه يعني عملناها الفحشاء يعني؟ Sorry to disappoint you, Mr. Bodine. Jack was very professional. ايوه فقلت له لا جاك ما عملش حاجه، جاك بروفيشنال. فقصدها ايه بكلمه بروفيشنال؟ ان جاك دخل الاوضه رسام طلع من الاوضه رسام، يعني ملتزم بالمهنه، هو ده بقى معنى البروفيشنال. طيب ايه علاقه بقى فيلم تايتانيك بالعلم؟ العلم مبني على التجربه، التجربه ماديه، فلما يجي العالم المادي يخش المعمل المادي يعمل تجربة مادية لازم يكون استنتاجه مادي. ف
فكل حاجة هو بيكتبها لو البحث ده بيكتبه لازم يكون مقتصر على الحاجات المادية أو موضوع التجربة اللي هو عملها، ما يقدرش بقى يقول آراءه الشخصية أو يعبر عن شعوره ومعتقداته الدينية، هو مرتبط بالتجربة اللي هو عملها. ولما يجي يكتب كتاب دراسي برضو مرتبط بالموضوع اللي بيتكلم فيه، زي جاك كده دخل الأوضة رسام ما عملش حاجة تاني، راح بقى المخزن في السفينة اعتلاها جوه السيارة، دي حاجة تاني بقى. زي العالم، هو برضو من حق العالم ان هو يعبر عن رأيه بس مش أثناء وظيفته، يعني هو يطلع بره العمل يروح بيتهم يقعد على المصطبة يقول هو عايزه، انما أثناء تأدية وظيفته هو لازم يكون بروفيشنال، كلامه مقتصر على الماديات. فالسؤال بقى هنا، ليه ما نخليش العلماء يعبروا عن آرائهم في الدين بشكل حر؟ مش فيه ديمقراطية وحرية؟ يعني مثلا انا عالم مسيحي عايز اكتب بحث وعايز في اول سطر اكتب بسم الاب والابن والروح القدس، وده حاجة غير مؤثرة يعني، ولا هتضر بالبحث ولا اي حاجة، بس انا عايز اعبر عن ديني يا اخي، ايه ليه ما تدينيش الحرية؟ اللي جاب ان ده مش بروفيشنال، خصوصا عمليا، خصوصا في دول الغرب هذا، يعني مجتمعات مرحبة بكل الثقافات. فانت لما يكون عندك فريق عمل كبير بتعملوا بحث مع بعض، في 2 مسلمين و2 بوذيين و2 مسيحيين و20 واحد ملحد، هتكتب ايه بقى في اول السطر؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ولا بسم الله الابن والروح القدس، ولا هيا بقى نلعب، ولا ايه؟ الحالة ان ما تكتبش حاجة خالص، وهو ده البروفيشناليزم. فبالنسبة انا رأيي الخاص، يعني خلط العلم بالدين زي بالظبط لو كان الواد جاك في فيلم تايتانيك رسمها واعتلاها في نفس الوقت، يعني كان بوظ المشهد. فهنرجع بقى للسؤال الاولاني، هو العلم بيتعارض مع الدين ولا لا؟ هنعرف بقى نجاوب ازاي ما دام المصادر اللي هي البروفيشنال مش جايبه سيره الدين. فانت قدامك 3 حلول. الحل الاول هو احسن حل، هو انك تدرس المصادر البروفيشنال، المصادر اللي ما بتخلطش ما بين العلم والدين، علم بس، وبعد ما تخلص دراسه رايك هيتكون لوحده. يعني ده هو اللي حصل لي بشكل تلقائي، يعني انا روحت الكليه عادي بدرس عادي، بعد 8 سنين خلاص الرأي بيتكون لوحده. والحل التاني، لو انت ما عندكش وقت تدرس وعايز بقى تقرا مصدر بيتكلم على علم الدين بشكل كده مقارنة مباشرة، فانت بقى استنى عالم لما ينزل كده من المعمل وهو ماشي في الشارع، رح موقفه وقول له خلاص بقى انت هو بره المعمل مش بروفيشنال، كلمني بقى العلم والدين النظام. ولو ما فيش عالم جنب بيتكو، في ممكن بقى تقرا الكتب اللي كاتبينها العلماء ونشرينها، بس مش جوه بقى الجسم العلمي، لا بره، يعني الحاجات اللي نشرينها زيهم زي اي مواطن عادي، ليهم الحريه انهم يتكلموا في اي حاجه هم عايزين يتكلموا فيها، يعني مش كتاب دراسي او مصدر اولي، كتاب عادي. بس المشكله في كده حاجتين، ان المشكله الاولانيه ده راي فردي، لازم تبقى انت فاكر ان حاطط في اعتبارك ان ده راي فردي. والمشكلة التانية المصدر، انت لازم تتأكد ان العالم اللي انت بتقرأ له ده بيفهم، يعني بدون ذكر اسماء هارون ريحة بيفهمش مثلا. لو عايز مثلا واحد عالم ملحد وبيفهم ريتشارد دوكنز، عايز عالم مؤمن وبيفهم فرانسيس كولينز، كاتب كتاب اسمه The Language of God. فالقناة دي ما احناش بقى هننحاز للحاد ضد الإيمان أو الإيمان ضد الحاد، لأ، بس أنا هنحاز للي بيفهموا العلم صح وضد الناس اللي مش فاهمين العلم صح. الحل الثالث بقى، أنا لقيت لكم بقى حتة مصدر كده من الـ National Academy of Science. بس تعال نعرف مين هم الـ Academy of Science دول الأول. زمان في عهد الرئيس إبراهيم لينكولن بتاع أمريكا، أنشأ منظمة اسمها National Academy of Science، جاب شوية علماء كده، خيرة العلماء اللي في البلد، يعني قال لهم بصوا انتوا وظيفتكم تبقوا انتوا الناس اللي الكونجرس بيروح لكم عشان يسألكوا نصايح علمية، يعني انتوا وظيفتكم تدوا نصايح علمية للكونجرس والبلد. فمن ساعتها المجموعة National Academy of Science طبعا تكثرت، مش مع بعض يعني، بس عددهم كتر، دلوقتي وصل عددهم ل 2200 عضو، من ضمنهم 200 عضو حاصلين على جائزة نوبل في العلم. فلقيت لكم بقى مقالة كاتبينها الناشونال اكاديمي اوف ساينس سنة 99، بيتكلموا فيها عن نظرية التطور،
وبيتكلموا فيها عن العلم والدين يعني بشكل مباشر كده، مقارنة مباشرة. فده دليل جميل يعني، لأن هما أولا مصدر مسؤول، ثانيا مصدر جماعي، يعني أنت رأي 2200 عضو، لأن كل حاجة بتتنشر على الناشونال أكاديمي بريس مكتوب كده على الموقع إنها لازم تمر بموافقة كل أعضاء الناشونال أكاديمي أوف ساينس. فمصدر جماعي ومسؤول. تعالوا بقى نشوف بيقولوا ايه على المواضيع اللي هنتكلم فيها. وطبعا كالعادة اللينك تحت برضو اللي عايز يقرا بنفسه. تعال، بسم الله الرحمن الرحيم. ففي صفحة واحد كاتبين جملة كده بتقول: العلماء مثل اخرين كثيرين متأثرين بالتعقيد وجمال الطبيعة، والكثير منهم متدينين، لكن العلم والدين يحتلان عالمان مختلفان مما يجعل خلطهما يقلل من شأنهما. هما شرحين برضو نفسيهم في تحت الانترودكشن، يقول لك: التفسيرات العلمية مقتصرة على تلك المبنية على الملاحظات والتجارب التي يؤيدها العلماء الآخرون. التفسيرات الغير مبنية على الدليل التجريبي ليست جزء من العلم. وده هو الاختلاف الفلسفي الأكبر يعني ما بين العلم والدين، هو أن العلم مبني على الدليل المادي، والدين مبني على الإيمان بالوحي، وهو ده اللي بيخلي خلطهم مشكلة. طيب تعالوا بقى نرجع للسؤال الاولاني، هو العلم بيتعارض مع الدين؟ الاجابه على حسب. على حسب ايه؟ على حسب ايمانك الديني، انت مؤمن بايه ومش مؤمن بايه، على حسب التفاصيل دي نقدر نجاوب على السؤال. فتعالوا نبدا بنظريه التطور. تعالوا نشوف الناشونال اكاديمي اوف ساينس كاتبين ايه. الكثير من المتدينين ومن ضمنهم الكثير من العلماء يؤمنون بان الله خلق الكون وخلق اليات نشاه الكون والتطور البيولوجي، وهذه الآليات أدت لنشأة المجرات ومجموعاتنا الشمسية والحياة على الأرض. الإيمان بما يسمى Theistic Evolution، أو أنا هترجمها التطور بإشراف إلهي يعني، لا يتعارض مع نظرية التطور، وهذا يعكس شخصية الكون الملهمة المكتشفة من خلال علم الكون والحفريات والأحياء وإلى آخره. فنظرية التطور ما بتتعارضش مع وجود فكرة وجود إله، دي حاجة يعني خارج نطاق النظرية، مفيش تعارض. ولكن لو أنت مؤمن دينيا بأن آدم اتخلق من طين في خطوة واحدة، يعني طين بقى آدم في خطوة واحدة، أو أن آدم ملوش أب، يعني هو أول إنسان ملوش أب وأم في خطوة واحدة، ده حاجات تتعارض مع العلم. لو أنت مؤمن بأن كل الكائنات كل الأنواع اتخلقت على حدة بدون ترابط ما بينهم ووجود سلف مشترك ما بينهم، ده برضو يتعارض مع العلم. فتعالوا نشوف الناشونال اكاديمي اوف ساينس كاتبين ايه. نظرية التطور استنتجت ان الانسان نشأ من اجداد من رتبة البرايميتس، او اسمهم بالعربي متهيألي الرئيسيات. وهذا الاستنتاج كان مثير للجدل ما بين العلماء ايام داروين، ولكن اليوم لا يوجد شك علمي يذكر عن العلاقة التطورية التي تجمع البرايميتس ومن ضمنهم الإنسان. وفي صفحة 25 يقول لك: استطلاعات الرأي توضح أن الكثير يؤمنون أن تدخل إلهي وجه عملية تطور الإنسان. العلم اللي هو الساينس البروفيشنال يعني لا يستطيع التعليق على دور القوات الخارقة للطبيعة في أمور الإنسان، ولكن العلم استنتج أن نفس آليات التطور المسؤولة عن تطور كل أشكال الحياة تفسر تطور الإنسان أيضا. وبرضو بالنسبة لموضوع عمر الأرض، العلم بيقول 5 مليار سنة. فلو أنت مؤمن أنها 1000 أو 2000 3000 6000 10000 سنة، يبقى لا في تعارض هنا. بالنسبة لقصة فلك نوح، تعالوا نشوف الناشونال أكاديمي أوف ساينس كاتبين إيه. لا يوجد دليل في السجل الجيولوجي باعتبار تواجد الحفريات في طبقات مرتبة بأن هذا نتيجة فيضان عالمي حدث من مجرد آلاف السنين واستمر لمدة عام وغطى على الجبال بالعديد من الأمطار. على العكس، الرواسب الجيولوجية توضح أن لم يحدث في الماضي أن كوكب الأرض كان مغطى بالماء كاملا. علاوة على ذلك، فيضان عالمي بحجم كافي ليشكل كيلومترات من الرواسب الصخرية التي نراها الآن كان سيتطلب كمية ماء أكثر بشدة من الماء المتواجد على وداخل الأرض في أي وقت مضى. فدي من ناحية الجيولوجية. من ناحية البيولوجية في برضو مشكلة إن لما تبص على الحيوانات دلوقتي هتلاقي التنوع اللي داخل كل نوع. يعني أنت لما تبص على الأسود
الاسد الافريقي والاسيوي، بتبص على الانسان الافريقي والاسيوي والهندي وكل الحيوانات، التنوع داخل كل نوع. العشر تلاف سنة اللي فاتوا مش وقت كافي ان هو يخلق التنوع ده. يعني انت لما تيجي من 10,000 سنة تموت كل الحيوانات وتبقى منهم ذكر وانتهى، في 10,000 سنة مش هيجي لك التنوع اللي موجود دلوقتي. لو انت مؤمن بقصة نوح ولكن مع اختلاف بعض التفاصيل، يعني ممكن الفيضان يكون فيضان محلي مش فيضان عالمي، والحيوانات دي تكون الحيوانات اللي في الحظيرة بتاعته، الخروفين، الجاموستين، المعزتين بتوعه، يبقى انت كده تفاديت التعارض مع العلم. فانت ممكن تسأل سؤال، طب مش معنى القصة دي بالذات العلم بيتكلم فيها، انت ما في ما يسمى بمعجزات كتيرة جدا في كتب الدين، مش معنى دي بالذات الناشنال اكاديمي اوف ساينس بيتكلموا عليها؟ الإجابة لأن حدث مثل الفيضان العالمي ده كان هيسيب أثر، والأثر شيء مادي يمكن امتحانه علميا، فدي حاجة يقدر العلم يبق فيها، على عكس حاجات تانية قد تكون خارقة للطبيعة، بس ما دام مفيش ولا في أي أثر ولا رواسب ولا أي حاجة نقدر نمتحنها يبقى خلاص خارج نطاق العلم. طيب لو أنت بقى اتفرجت على الفيديو لحد دلوقتي اكتشفت ان في فعلا تعارض ما بين ايمانك الديني وبعض الحاجات العلميه اللي انا قلتها، يبقى التصرف ايه بقى بالنسبه لك؟ قدامك ثلاث حلول. الحل الاول انك تعيد النظر وتحاول تغير ايمانك الديني بحيث يتوافق مع العلم. الحل الثاني انك تبقى موافق على ان في تعارض ما بين العلم والدين، على اساس انك تبقى يكون عندك الشجاعه الادبيه انك تقول كده، تقول انا مؤمن بكذا كذا كذا دينيا، وانا عارف ان ده متعارض مع العلم وانا مستمر على كده، انت مالك يعني، ده حقك الادبي يعني، مفيش اي مشاكل في الموضوع ده. الحل الثالث هو الاصعب، لو انت مش مقتنع بحاجه في العلم، من حقك انك تدرس وتبقى عالم وتحاول تعمل بحث يثبت بعكس كده، وتحاول تقنع العلماء برايك. الطريق مفتوح لكده بس صعب، بس مفتوح. طيب لو انت بقى مدرس علوم، يعني انت مش مواطن عادي، انت مدرس علوم واكتشفت ان في حاجة علمية انت مش مقتنع بيها، نظرية التطور انت مش مقتنع بيها مثلا، ساعتها بقى حلول ايه؟ انت قدامك حلين بدل ثلاثة. الحل الاول انك تشرح للعيال العلم زي ما العلم بيقول بالظبط. الحل الثاني لو مش عاجبك الكلام ده انك تسيب الشغلانة، لان الامر ببساطة لكن لو انت مثلا مدرس حساب ومقتنع ان 1+1=3، ما ينفعش تشرح للعيال ان 1+1=3، دي خيانة للمهنة، والعيال ذنبها هي تتعلم 1+1=3. فمدرس علوم نفس الطريقة، انت وظيفتك انك توصل العلم للطلبة، فلما يكون العلماء بيقولوا سين وانت بتقول صاد يبقى كده انت بتكذب على الطلبة، فانت مطالب انك تقول سين. لو مش عاجبك ما تدرسش، او تحاول تغير رأي العلماء، مش بلاوي الدراع تروح تشرح للطلبة اللي انت عايز تشرحه. في ناس بقى كتيرة ممكن يعرضوني يقولك لا، طب مش نظرية التطور في علماء كتيرة مش موافقين عليها، يعني مثلا زي بدون ذكر اسماء هارون يحيى. الاجابة لا، هتلاقي بقى في المقال اللي انا كنت بتكلم فيها دي في صفحة 29 سؤال يقولك don't many famous scientists reject evolution، يعني مش في علماء كتيرة مشاهير بيرفضوا التطور؟ فالاجابة no بالانجليزي يعني لا بالعربي. بعد كده the scientific consensus around evolution is overwhelming، يعني التوافق حوالين صحة نظرية التطور توافق ساحق، فما صحش يعني دي بقى نظرية يعني التوافق عليها ساحق ومدرس علوم ما اشرحهاش للعيال. ففي الاخر بقى كاتبين بقى جملة كده في الconclusion، يعني جملة مفيدة، يعني كاتبين العلم ليس الطريق الوحيد للمعرفة، معرفة انفسنا والعالم حولنا، الإنسان يكتسب الفهم بوسائل أخرى مثل الأدب والفن والفلسفة والدين. المعرفة العلمية تثري التصور الجمالي والأخلاقي، ولكن هذه المواضيع تمتد خارج نطاق العلم الذي يهدف لفهم العالم الطبيعي. يعني جملة في الصميم يعني، وتدل على أن يعني في رأيي الشخصي تواضع الكاتب، يعني تواضع العلماء، لأن هم مش بيقولوا ان احنا هم الطريق الوحيد، لا بيقولوا في طرق تانية ممكن الواحد يكتسب فهم من خلالها. انا عن نفسي رأيي الشخصي في موضوع
العلم كوسيله للمعرفه، ما كانش العلم هو الطريق الوحيد، هو على الاقل احسن او اقوى طريق. يعني ما تفهمونيش غلط، انا بموت في الفن طبعا، يعني الفن ده خصوصا ليلى علوي بموت فيه. الفن هو احسن طريقه الواحد يعبر بيها عن نفسه، رقص، غنى، افلام، مونولوج، بس مش شرط احسن طريقه لفهم الكون. يعني الفلسفة طبعا العمود الفقري للعلم، يعني هو أساس العلم هو الفلسفة. بس لو أنت قعدت تفكر جوه الأوضة بتاعتك وأنت حاطط إيدك كده زي التمثال المفكر يعني لمدة 40 سنة، مش هتوصل لعلاج للسرطان مثلا. يعني دي حاجات تتطلب إنك تطلع بره الأوضة وتعمل تجربة عملية. الدين لو أنت مقتنع إن هو وسيلة للمعرفة، فده يتطلب إنك لازم تبقى مؤمن بالدين الأول. عشان تبقى الدين بالنسبة لك وسيلة المعرفة، لازم تبقى مؤمن بالدين ده الأول، على عكس العلم. العلم ما بيطلبش منك تبقى مؤمن بحاجة. يعني هو لما تقرا كتاب علمي عامل زي الماتش البوكس كده، يعني راح بيديك معلومة وبعد كده دليل، معلومة وراها دليل، معلومة دليل، معلومة والدليل بتاعها. لما تقرا بقى كتاب دين تبقى معلومة 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 معلومة، لو طلبت دليل هيبقى بالركبة وتحت الحزام.